في شأن مغربيين آخر، أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أكدت أهمية تقوية قطاع الإذاعات الخاصة لإرساء مشهد إعلامي مواطن وفعال. وأكدت الهيئة في بلاغ بالمناسبة أنه على مدى 15 عاما من التحرير انبثق مشهد إذاعي جديد ومتنوع، برهن على دينامية كبيرة وصمود متميز. وإن كان وعينا ومسؤوليتنا الجماعيين يفرضان علينا الإقرار بأن هامش الإبداع والتجويد والتجديد في هذا المجال لا يزال فسيحا، وسنعود بالتفصيل لما جاء في هذا البلاغ في سياق نشراتنا المقبلة.